أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف نجيب على من قال بجواز الاختلاط لما بين الرجال والنساء في العمل، حيث يستدلون بأن أشرف بقاع الأرض في الحرم فيها اختلاط لما بين الرجال والنساء، وذلك في الطواف وفي المسعى؟ هذا استدلال فاسد، لأنه ما قصد الاختلاط في المسجد الحرام ولا في المسعى ولا في المطاف، هذا شيء غير مقصود. فالذي يقصد الاختلاط هذا آثم، غير مقصود. فإذا حصل اختلاط من غير قصد فهذا لا يدخل في الممنوع. الاختلاط المنهي عنه هو الاختلاط المقصود، الذي يختلط في المكاتب، في المدارس، وفي مسألة أسواق، هذا هو الممنوع. أما في المسجد إذا أمكن، المسجد أيضا، المسجد الحرام النساء معزولات ولهن مصلى خاص، ولكن إذا حصل الطواف أو السعي وحصل شيء من تقارب الرجل مع المرأة فهو غير مقصود، والرجل في هذا المكان يخاف الله عز وجل ويبتعد عن المرأة ولا يقصد الشهوة ولا يقصد، إنما هو في عبادة. أما اللي يجي للمطاف أو يجي للمسعى بنية مخالطة النساء هذا حرام وهو آثم. نعم.